مشاهدينا، احنا اليوم بفقره لقاء معنا شخص يعني اكثر من رائع، واللي هي المخرجه نادين لبكي، لنحكي عن فيلم كفر لحوم اللي نال جوائز كثير كبيره وترشح للاوسكارز. احنا هلا من برايم سينما معاكي نادين، احنا كثير سعيدين وفخورين انه احنا معك اليوم. شكرا لك، ثانك يو كثير لوجودك معنا بهاي المقابله. شكرا نادين. اول شيء احنا كثير فخورين كونك انت اول امرأة عربية مخرجة توصل لجوائز الأوسكارز والكان والأشياء الفظيعة اللي وصلتي لها، شو شعورك بهذا الموضوع؟ شعوري أكيد مبسوطة كمرأة عربية، فخورة كمرأة، فخورة أنه أقدر أمثل النساء العربيات، أقدر يمكن أعطي أمل أنه ممكن امرأة عربية توصل وتقدر تحقق أحلامها وتقدر تحقق أشياء كبيرة. بس يعني بالمطلق هي صعبة لأي شخص عم يشتغل بمجال السينما بلبنان وبالعالم العربي، لأنه السينما مثل ما بتعرفي ما عنا، خاصة بلبنان ما في عنا صناعة سينما حقيقية، فكل مغامرة هي مغامرة شخصية، وكل مغامرة بمثابة حرب. يعني لما تكوني عم تعملي فيلم خاصة بلبنان لأنه ما في صناعة، في جهد كتير كبير ومجهود كتير كبير، إن كان امرأة ولا إن كان رجل عم بيخوض هذا المجال. فأكيد أنا فخورة بالمطلق كوني لبنانية قدرت حقق هذا الشيء، ولأنه هذا الفيلم فيلم صغير بالنهاية، يعني فيلم تقريبا عملناه بالبيت، كانت مغامرة كتير عائلية، كتير كان في مجهود كبير، يعني اشتغلنا مدة 4 سنين تقدر هذا الحلم يتحقق. وهذا الحكي بوصلني للسؤال الثاني. أنت بس بلشت تشتغلي بالفيلم كانت بنتك كتير صغيرة، ميرون صح؟ صح، كانت كتير صغيرة وكان عمرها بالأشهر. هل برأيك مشاعر الأمومة الجياشة اللي بتنولد مع الأم، خصوصا لما يكون الأولاد بهاي الأعمار الصغيرة، هي اللي حسستك بالألم اللي بيعيش فيه الأطفال للأسف في الواقع؟ هلا شيء أكيد إنه الأمومة بتعطيكي وجهة نظر، بتعطيكي خبرة، وجهة نظر مختلفة، خبرة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأولاد، وجهة نظر مختلفة. بس أي إنسان إن كان امرأة إن كان رجل، أم صح. مش أم، بوجه عذاب طفل أو عذاب أولاد كلنا بفتكر عنا ذات الأحاسيس. يعني كوني أم يمكن بيعطيني أكثر بس خبرة، أو المشاهد اللي انكتبت اللي إلها علاقة بيوناس الطفل الصغير اللي ما تجاوز عمره السنة، اللي هو بنت بالحقيقة بالحياة، يمكن ما كنت قدرت اكتبها او ما كنت قدرت نفذها لو ما كنت انا بهيدي الفترة عم بقطع، يمكن عم بمرق بذات المرحلة. يعني صح. انا بمرحلة كانت بنتي بعمر تريجر، واو، يوناس تريجر بالحياة، كانت بنتي بعمر تريجر، يعني في يمكن شهر او شهرين فرق، فكنت عارفة كتير منيح بشو عم تمرق هالبنت، و بفهم، كنت فهمين على فهمي على النمط اللي هي فيه، على الحالة اللي هي فيها، لأني أنا عم بمرق بذات الحالة تقريبا. فهيدا الشيء أكيد أنه الأمومة بتعطيك خبرة بالنسبة للأطفال، هيدا الشغل زيادة. طب بتحسي أنه لأنه الممثلين الأبطال اللي بالموفي هم أشخاص واقعيين زي ما بنعرف، مش ممثلين محترفين، بتحسي أنه هذا الموضوع البز كمان اللي عملته هاي الشغلة إله دخل أو لعب دور بنجاح الفيلم الكبير؟ لا، شيء أكيد إنه تمثيل الأطفال، هالأطفال بالذات بهذا الفيلم، هو شيء نادر، يعني كتير قليل بالسينما نشوف ولاد عم يمثلوا بهالقد حرفية. يعني أنا ما عم يمثلوا، هنا عم بيكونوا، ما عم بيحكوا عن واقع، عم بيجسدوا واقع، عم بيجسدوا حقيقتهم يعني. فشيء أكيد إنه هيدا الموضوع عطى كتير دفع للفيلم، إنه العالم يمكن يتسلط الضوء عليه أكتر، والعالم تنتبه للفيلم أكتر، وتنتبه لا 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 لهالتمثيل بالذات. وحسيتي كان في صعوبة للتعامل معهم من ناحية تقنية، من ناحية تمثيل، كنتوا تاخذوا تيكس كثيرة للسينز مثلا، ياخذكم ايام بدل ساعات؟ اكيد انه فترة التصوير، يعني صورنا فترة 6 اشهر، هذا الشيء اكيد ساعد كثير. يعني كان من المفروض نكون كثير نحن عم نتأقلم مع حالة
الأولاد اللي عم نشتغل معهم، يعني عم نتأقلم مع نمط الحياة، مع نمطهم، عم نتأقلم مع هن شو. ما في تمثيل بالفيلم، كلهم يعني تقريبا كل الممثلين عم يعيشوا حالتهم بالحياة، حياتهم الحقيقية، عم بيعيشوا صراعهم بحياتهم، عم بيعيشوا. فكان في كتير، كان في كتير إذا بدك قرب من الحقيقة نحن عم نصور. فما في تمثيل، ما في لأنه عدل تصنع، ما في تمثيل. هذا الشيء، الوقت اللي أخذناه للتصوير أكيد سمح لنا إنه نتقرب، سمح لنا إنه نخلق هالعلاقة الكتير قريبة اللي فيها كتير من الثقة، فيها كتير. هي هذا اللي سمح لنا إنه عن جد نغوص هالقد بحياته ونقدر نطلع اللي طلعته التمثيل. نادين، سمعنا نقاد بيحكوا إنه الفيلم تصعب مشاهدته أو it's difficult to watch. بتحسي إنه هذا الموضوع يعتبر نقد سلبي، ولا بتحسي إنه this is the point اللي كتب بك إياها، يعني spot on، هذا هو اللي كان مطلوب؟ هو المفروض إنه الفيلم للأسف حد الواقع، يعني الواقع أصعب بكتير من الأشياء اللي شفوها بالفيلم. صحيح إنه الفيلم صعب إنك تشوفيه، لأنه خاصة لما بتشوفي أطفال عم تتعذب، مش من الهين إنك تتقبلي. بس الهدف كان إنه الهدف يكون الفيلم يكون صادم. الفيلم يكون صادم لأنه للأسف نحن بحاجة لصدمة، طبعاً حاجة لصدمة حتى نتحرك. هذا الإنسان هيك بحاجة إنه ينخض لحتى يقوم بمبادرة. المفروض يكون في، مش عم بحكي مش الفيلم رح يحدث الثورة، بس هو المفروض نكون نحن ثائرين على الوضع اللي عايشين فيه، ثائرين على التهميش اللي كتير من الناس عم تتعرض له. مش بس الأولاد، أولاد وأهلهم، وفي يعني في الأحزمة البؤس اللي بتحيط بمدننا وبتحيط بحياتنا. هي مفروض نكون ثائرين نحن على هذا الوضع. فالفيلم هدفه إنه يعمل صدمة حتى الواحد عن جد يحس إنه عباله يغير، عباله يعمل شيء. وهذا الشيء اللي عم بيصير، يعني الناس عندها ردة فعل مش طبيعية تجاه الفيلم، مش طبيعية بمعنى عم بتفوق ردة فعل شخص بيروح بيفوت وبيحضر فيلم بيقيمه كفيلم، بيطلع منه بيقول حب أو ما حب، عم تتجاوز هذا الشيء. الناس عندها ردة فعل كيف بدي اقول لك، غضب، فيسرال، كيف ما بعرف كيف بدي كانك فتحتي قدامهم شغله وعيطيهم على شيء. وكثير كثير كثير رده الفعل عم بتكون عنيفه، عنيفه ان كان ايجابيا ولا ان كان سلبيا. نادين، اذا هلا بعد ما خلص الموفي وعم بينحضر وكذا، اذا في سين بتحسي لسه بدك تزيديه على الموفي، شو بيكون هذا السين؟ إذا بقلك الفيلم الأساسي، أول نسخة من الفيلم كانت 12 ساعة، يعني فيك تتخيل إن 12 ساعة قديش بعد في مشاهد أنتوا ما شفتوها، بعد في كتير مشاهد ما أنا موجودة بالفيلم، وعندي صعوبة كمان إنه أطوي الصفحة وأقول هيدا هو الفيلم، خلص هيدا هو المونتاج النهائي للفيلم. بعد في كتير اشياء ما انحطت بالفيلم، في كتير مشاهد انحذفت لانه للاسف بدك تفوتي بفورمات معين تقدر الفيلم ينعرض على شاشات السينما. بس هلا عم نفكر بفورمات جديد، يمكن قد التغيير تقدروا تشوفوا في المشاهد اللي ما شفتوها. فاذا بدي اعدلك اياهم ما بدي اخلص، كثار بدنا انترفيو ثاني خبرك. طب نادين، وين بتشوفي المستقبل زين؟ احنا بنعرف انه زين صار هلا بالنرويج باللبناني، بالنرويج. النرويج، ايه. كيف بتتخيلي انه رح يكون مستقبله؟ انت لك دور كثير كبير بالتغيير الجدا ايجابي اللي صار بزين، يعني وين كان زين وين صار زين، شو بتتوقع؟ انا بتوقع رح يفوت بالسينما، شو رايك؟ انا بتوقع انه يفوت بالسينما، ايه، لانه هي السينما رح تجي لعنده، مش هو رح يروح لعندها. لانه انا بقول بيجي كثير عروض لزين. هلا زين صار بالمدرسة، هيدا أول خطوة كبيرة، يعني عايش حياتها العادية مثل أي طفل عادي، عم توصل له كل حقوقه، وعم بيسترد طفولته إذا بديك. هلا عم بعيش مرحلة المراهقة،
بس عم بيكون مراهق مثله مثل غيره، يعني عايش ببلد بيحترمه، بيحترم حقوقه، بيحترم أهله، بيحترم عائلته، عائلته كلها عم تروح على المدرسة، أهله كمان عم يفوتوا على عم يروحوا على المدرسة، عنده بيت طبيعي، عنده عيشة أسرة طبيعية، حياة كريمة، حياة بتحترمه كإنسان وبتحترمه كطفل وكمراهق. فهيدا أول خطوة. هلأ من هونيك ورايح هو عليه هو يستفيد من هيدا الفرصة ويدرس ويكون مسابر ويكون جدي، وهيدا الشيء عم شوفه أصلا يعني. زين هلأ عم بيتعلم يقرأ ويكتب، هلأ عم يتعلم اللغة، عم يتعلم النرويجي هلأ، وبعد شوي ببلش يتعلم إنجليزي. فأنا هيك بتخيله بعد شي 5 سنين 5 6 سنين هيك شاب غير شكل، بيحكي نرويجي وإنجليزي. جيمس دين. هلأ سألوه بأمريكا، سألوه شبهوه بجيمس دين. yes. بس هو ما بيعرف مين جيمس دين، طلع بيه وقال لي مين جيمس دين. فما بعرف، أنا بقول السينما هي رح تجي لعن زين، والعروض هي رح تجي لعن إن شاء الله. نادين يعني إحنا متشكر كثير إنك أنت اليوم كنت معنا. شكرا لكم. وإحنا متأكدين إنه الفيلم رح يلاقي نجاح ضخم بالأردن إن شاء الله. وإحنا شاء الله. يعني من أول الناس اللي رح نكون دائما داعمين لأي شغلة أنت بتعمليها نادين. شكرا كثير كمان. مرسي لك. شكرا.